فعلا لو خافيير زانيتي انضم لميلان ستكون كارثة، لكن بالوتيلي أمر عادي جدا. أمام لصاحب لاكريستا تصريحة شهيرة وهدف عكسي، هدف عكسي لصالح ميلان. مدافع بارما يهدي هدية قيمة لميلان. جيراردي ماذا يقول رئيس نادي بارما؟ هدية من باليتا اللي ضيع فرصة سهلة في بداية هذا اللقاء. يهدي ميلان الأسبقية، شوف الإعادة، غلط بافاريني أوتوريتي، هدف عكسي لصالح ميلان. ميلان ياخذ الأسبقية، ميلان يتقدم على صعيد النتيجة 1-0. هدف يأتي عكس مجريات اللعب. صحيح بارما الأفضل، بارما شفناه لعب في مناطق ميلان باستمرار، شفنا فريق بارما كان الأقرب للتسجيل، ولكن هدف يأتي لميلان بخطة فادح. نيونغ هو تسريح مثل بالوتيلي وتصرفاته مثل، لكن عليه أن يكون أن يمتلك إمكانيات مثل السوبر ماريو. سوبر ماريو هل يسجل؟ 2-0 بالفعل، 2-0، 2-0، قلت هذا، قلت هذا يا سوبر ماريو. بالوتيلي يضع كرة بكل أناقة يؤكد الانتصار. السوبر ماريو أنت قيمة كبيرة، أنت هو الموناليزا، أنت السوبر ماريو، السوبر ماريو يمتع جمهور ماري، جمهور ميلان، وتفرح صديقة السوبر ماريو فاني بكرة الهدف الثاني. السوبر ماريو بالوتيلي يسجل الرابع أهدافه مع ميلان ويحرز الهدف رقم 24 ليه في السيريا، لكن هذه المرة بامتياز من كرة ثابتة على طريقة بيرلو، لكن هو السوبر ماريو بالوتيلي. بس الكرة في وسط الميدان، نلعب في الثواني الأخيرة من عمر هذا اللقاء في هجوم لصالح بارما، تلعب كرة عرضية والهدف يأتي، يأتي يأتي بالفعل، يسجل فريق بارما عن طريق اللاعب سانسوني في آخر لحظات هذا اللقاء. بارما يتمكن من التسجيل، ضيع فرص عديدة في الشوط الأول يا جيراردي، ضيع فرص كادت أن تمنح بارما الأسبقية، وكانت أن تمنح بارما نتيجة أفضل. هدف يأتي في وقت متأخر جدا، يعني يمكن القول لفريق بارما فاتكم الجيتار.